من غير المفاجئ أن يكون التركيز كله عليه اليوم. كان قد أعلن رسمياً بأنه سيعتزل كرة القدم عن هيئة الموسم وسيشارك اليوم بشكل أساسي. رح نكون معاكم مباشرة بعد قليل أعزائي المشاهدين. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء من ملعب الجوهرة مدينة الملك عبدالله الرياضية. محدثكم فارس عوض، سأكون معكم في تغطية لهذا اللقاء من كابينة التعليق. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن الدوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث سيكون فريق الاتحاد السعودي في مواجهة التعاون السعودي. من الممتع دائما متابعة مباريات الدوري لأن دائما فيها إثارة وفيها حماس وندية، في تنافس مختلف بين الفريقين وكل فريق يسعى لتحقيق أهداف في المسابقة. تنفيذ جيد للضغط العالي، كرة في المرمى بعد ضغط عالي جدا، هدف يحسب للتكتيك اللي يقدم الفريق لأسلوبه في هذا الضغط المنظم والمكثف لاستعادة الكرة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. فهد بيعدي وبيمر بالكرة. فهد المولد حطها في المرمى، يا رب الله على هذه الكرة، على الفن، على الإمتاع، على المهارة والإبداع. يا سلام يا سلام، هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. المدافع يمنع الكرة العرضية من الوصول إلى منطقة الخطر. بيلعب لبينية جميلة، تحولت للفريق الخصم. كرة عبرت الخط وضربة مرمى. نشاهد اللقطة التي جاء منها الهدف مرة أخرى. الغامدي شوف استعادة الكرة، توقع جيد في قطع الكرة. بتروح الكرة للخصم، مساحات كبيرة على الطرف الملعب باتجاه المنتصف. كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. الله على التوقيت، تدخل رائع يقطع الكرة بدون ارتكاب خطأ، ممتاز جدا هذا التدخل. يسير باتجاه المرمى الآن، صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. الأرقام تبين بأن الاتحاد ليس الأكثر استحواذاً اليوم، لكن الاستحواذ ليس فرصة، والمساحة موجودة. في وقت مثالي يتدخل، بيشتت الكرة، بيخلصها في التصويبة، لكن تجد الحارس في الطريق. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء، رأسية بعيدة عن المرمى، افتقدت للدقة، لم يكن فيها التوجيه المناسب. الكرة تحتاج بالتأكيد إلى تمرين أكبر من اللاعبين. ساندرو مانويل، توامبا، روع المدافع، يستخلص الكرة بتدخل ممتاز. الله على التمريرة العالية، رؤية ممتازة،
نجم اليوم بلا منازع، هاتريك للمرة الثالثة يزور الشباك. نشوف في عادة الهدف ونشوف كيف مررها. حلوة كانت الزميلة، بعد ذلك الحارس ما كان عنده أي مجال وأي فرصة للتعامل مع لاعبين. هدف يسجل بكل سهولة. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. كمارة، فهد المولد، هذه كرة هدف الآن. يا رباه، كرة في القائم. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 3-0. شوط أول كان اللعب فيه في اتجاه واحد، فريق يسيطر على اللعب بالطول بالعرض. بعد ما شاهدنا شوط أول من طرف واحد، هل ممكن تتغير الأمور في شوط المباراة الثاني؟ الكرة بتروح، بتضيع الكرة. حلوة البينية العالية، بيرسل الكرة على الجناح، عرضية على القائم البعيد. الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. ساندرو مانويل، الاتحاد يهاجم في هذه اللحظات، حطها في مكان. يا لعيب يا لعيب، الكرة في المرمى. أي لعبة، أي نهاية، هدف في منتهى الروعة. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. وقت التغيير الآن للفريق المستضيف، واضح أن المدرب اتخذ قراره. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة أمام مساحة في هذه اللحظات. الاتحاد يسجل. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. واضح ان مدرب اصحاب الارض قرر القيام بتغيير في هذه اللحظات. يا الله، كانت قريبة الكرة، مرت على العارضة. حلوة التسديدة. كما نشاهد كل الأضواء مسلطة عليه اليوم. قدم أداء مذهل في المباراة الماضية، أبدع وسجل العديد من الأهداف، ومتوقع منا الكثير اليوم. لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا في بث حي ومباشر حصريا مع EA سبورت. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من ملعب الجوهرة مدينة الملك عبدالله الرياضية، معكم فارس عوض يحييكم في تغطية لهذه المباراة. واليوم لدينا مباراة ضمن منافسات دور المجموعات، على أمل بأن تكون واجهة على قدر التوقعات.
من المهم جدا الثبات على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار. عنده فرصة للتسجيل، تقدم سريع يأتي، مباراة تبدأ برتم عالي، أجواء مثيرة، إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق، كل شيء يبشر حتى الآن بمباراة كبيرة. بيعدي وبيمر بالكرة، كم فرصة هدف في التعادل في اللقطة الماضية، انفراد بيضيع. شوف اللقطة، شوف اللعبة، فرصة ذهبية للعودة في المباراة. فهد المولد، الله على نجاح الحارس في إيقاف الكرة. بيرسل الكرة لوسط المنطقة، كرة بتخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست الكرة اللاعب قبل ما تطلع خارج الملعب. بيلعب ركنية قصيرة، بيرسل الكرة، يمنع التسديدة من المرور. حكم الرايح تسب التسلل، الكرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. تدخل ناجح على الكرة، يعيد الكرة أيضا إلى زميله في هذه اللقطة. كمارة، هدوء كبير في بناء الهجمة بالرغم من تأخر الفريق في النتيجة. فهد المولد، فرصة من جديد لكرة التعادل، محاولة لكن الحارس يتصدى لها بكل سهولة. بيلعب الكرة الوسط 18، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. الكرة إلى ضربة ركنية أخرى، ركنية بتلعب، راحت للفريق الخصم، انتهت خطورتها. الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. مساحات كبيرة على الطرف الملعب، إمكاني هذه كرة هدف الآن. أوهو، على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت الجميع، فرصة بتضيع. فرصة لكرة مرتدة سريعة، كرة بتعدي، بيواجه فيها المرمى. كمارة، سرعة كبيرة في الهجمة المرتدة، هدف في منتهى الجمال. أي تحرك، ونقلات وتمريرات، وبعد ذلك نهاية بهذه اللقطة. يا سلام على كرة مرتدة تدرس. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. فهد المولد، كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. مدرب يرغب في مواصلة أيضا فريقه بنفس الكيفية وبنفس الطريقة حتى يأتي هدف تقدم. تمريرة رائعة، تمريرات متتالية بشكل جميل. المدافع يبعد الكرة العرضية ويوقف الخطورة. مرتدة ممكن تكون سريعة. فهد المولد، هجمة مرتدة غير مستغلة والكرة بتضيع.
ينطلق يتقدم في هذه اللحظات بمروة، تقدم الكرة، الحارس خرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. صعبة جدا المباراة على الفريقين. الآن مع انطلاقة الشوط الثاني في لقاء اليوم من الجولة الثالثة من دور المجموعات، واللي نتمنى نشاهد من خلاله شوط ممتع ومثير. تسديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التسديد، راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة. أداء كان جيد ومقبول في الإجمالي في شوط المباراة الأول، تمكن من تسجيل هدف تعديل كفة ورجع فريق المباراة بهذا الهدف، وأعتقد بأن هذا الهدف راح يعطيه ثقة كبيرة لتقديم المزيد في الشوط الثاني. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد، على الدفاع بأن يكون أسرع في العودة للتغطية. فرصة كانت الهجمة مرتدة لكن ما استغلت بشكل مطلوب. تسرب سليم من المدافع بإخراج الكرة إلى التماس. واضح أن المدرب راح يلجأ لدكة البدلاء في اللحظات القادمة. مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. كرة في مكان خطير، الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. الكرة تعود إلى الخصم، ضغط جيد لاستعادة الكرة. بينية فيها خطورة، بيلعب الكرة في المرمى الخالي، كرة بتروح للمرمى، لا دفاع لا حارس، الكرة بكل سهولة في الشباك. مثل هذه الكرات حلم لأي لاعب أمام المرمى، أن يكون المرمى خالي أمامه وبدون أي مجهود يذكر يضع الكرة في المرمى، هدف مضمون بنسبة 100%. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. واضح أن مدرب أصحاب الأرض قرر القيام بتغيير في هذه اللحظات. الراية مرفوعة والتسلل قريب جدا. كما نشاهد في الإعادة البطيئة، القرار كان صحيحا بإعلان التسلل في اللقطة الماضية. تبديل من جانب المدرب بدماء جديدة للحفاظ على التقدم في النتيجة فيما تبقى من عمر المباراة. الأرقام تبين بأن الاتحاد ليس الأكثر استحواذاً اليوم. أحياناً تتخلى عن الاستحواذ حتى تتمكن من تطبيق تكتيك معين يتيح لك الانتصار في مباريات معينة، وهذا ما يحدث هنا. ودائماً الأهداف فيها المهمة والنتيجة النهائية، وهذه هي فرصة هدف. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم، ضربة ركنية من جديد، ركنية تنفذ بشكل قصير، العرضية باتجاه القائم الثاني، ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. الفرصة بتضيع، كرة زيادة الفارق لو تعامل معها كان ريح أعصاب جماهيره وخلص فريقه من ضغوطات كبيرة. بيمر فيها بعديه، اعتراض ناجح للكرة، حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين، خطورة مستمرة، كانت خطيرة جدا، تدخل وأبعدها في توقيت مثالي. فهد المولد، وتصويبة لم تشكل أي مشاكل للحارس. نلعب الآن في الدقائق السبع الأخيرة. يا سلام على التمريرات، مباراة من الصعب أيضا التوقع في لحظاتها الأخيرة لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. رمي التماس للاتحاد،
أعتقد المدرب راح يدفع بلاعب بديل في اللحظات القادمة. الآن الجماهير تقدم كل ما عندها للفريق المستضيف. المباراة اقتربت من النهاية والفريق حتى الآن يتمتع بالأفضلية بالنسبة للفوز في هذا اللقاء. شوف التشجيع، شوف الاحتفال المبكر حتى الآن من هذه الجماهير. البحث عن هجمة مرتدة يخترق ولديه مساحة. يا سلام على حارس المرمى، بطل هذه الفرصة، ينقذ الفريق في موقف واحد على واحد. يتميز حارس المرمى، الحارس الكبير من الحارس العادي. الله على هذه الكرة، الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ليسعد كل هذه الجماهير بالنسبة لأصحاب الأرض بالنقاط الثلاث. تفاصيل كثيرة تكون حاسمة في المباريات، التركيز، الجاهزية، الاستعداد.